لا حصر للمآسي التي مرت على العراق عقب الاحتلال الأمريكي، لكن المستمر منها والمتفاقم مأساة آلاف المعتقلين الذين زج بهم في السجون وتنتظرهم أحكام تتراوح بين الإعدام وبين المؤبد، فكان حال ذويهم يغني عن المقال. والله ابن مسجون وأنا هذي تشوفون نداوي ما عندي أحد، والله رحمة الله ورحمتكم وربنا أرحم الراحمين. ليش هيك؟ ليش وسع حتى بالسجون ياخذون يمهم فلوس؟ يقولون دولار، انتم دولار. ليش حتى بالسجن عمال يقولون جيبوا ايجار مال السجن؟ الدعاوى الكيدية والاعتماد على المخبر السري، يقول ذوو المعتقلين إنهما السبب وراء اعتقال آلاف الأبرياء، ومنهم من اعتقل منذ بداية الاحتلال الأمريكي عندما كان من يدعي المقاومة اليوم يقاتل إلى جانب الأمريكيين. كل دعوات كيدية باعتراف نشط النواب 80% أبرياء، 80% أبرياء باعترافهم نشط النواب نفسهم بحقوق الإنسان. ليش؟ انت ياكل حقوق الانسان داخل السجن وخارج السجن، ياخذون فلوس من الاهالي 18 سنه. حتى المجاومات المقاومه ومحشون على مقاومه المحتل، لعدش المقاومه المجاهد ذابين بالسجن، ليش ما يطلعون؟ ليش؟ اكو قرار عراقي؟ ماكو قرار عراقي، القرار امريكي ايراني من خارج القطر يجي. اهالي المعتقلين يروي حالهم انهم بسجن اكبر من ذلك الذي يقبع فيه ابناؤهم، فالفساد وابتزاز ذويهم قائم على قدم وساق، حتى صارت السجون تدر أموالاً على مدرائها وضباط التحقيق والقضاء. يعني هسه أنا من يجيني شخص ويقول لي اعطيني 4 شدات أو اعطيني 5 شدات على مود أنا أجيب لك ابنك أخليك إياه بحضنك، زين، وأنا رجال مقعد لا من راتب لا من معين لا من هو عندي، بس هو هذا المعين وأخذته من عندي. يعني انتم سويتوا هاي شغله المساجين مثل جرف الصخر، يعني اكو طفل يقتلونه 25 واحد، انتم القاضي يقول انا ادري بهم ابرياء، انا ادري بهم ابرياء، بس انا ذبيتهم بفلوسي، اشتري القاضي بفلوسي. يعني والله العظيم انا امين ماجد الضابط التحقيق بوزاره الداخليه راد من عندي 50 ورقه، زين، قال لي اطلع ابنك. يعني اكو قاضي ياخذ اكو، يعني اذا وصل 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 الفساد لهالمراحل للقضاة، زين، وللداخلية، أنت بعد تترجم للبلد هذا. مأساة أخرى تتفاقم في العراق ويكتوي بنارها عشرات الآلاف من المعتقلين، ويضاف إليهم آلاف المغيبين قسراً، ما يلقي بظلاله على الوضع المتأرجح في العراق ويكشف جانباً فقط من الديمقراطية التي جلبتها أمريكا للبلاد.